أنهى كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تقريره عن معسكر الفراعنة الأخير وتحديدا لماتشين بوركينا وغينيا، وضع العميد بعض النقاط الهامة في معسكر المنتخب وأثنى على فكرة إقامة معسكر مبكر، كمان سمن التحضير للمعسكر وترتيباته للسفر لغينيا بيساو، وشاف لي كان في مجهود كبير موجود وشاف ان المعسكر كان ناجح بشكل كبير، وهو مهتم ان يكون في معسكر مبكر قبل اللقاء. زي ما حضراتكم عارفين دايما الانسجام بياخد وقت، فلما يكون معسكر بدري اسبوع او كام يوم على الاقل الانسجام بيزيد شويه، تحس ان اللعيبه بقى فيه انسجام اكتر، المدير الفني يبدا يشتغل اكتر على بعض الجمل، وده اللي حصل في المعسكر اللي فات. للاسف زي ما تابعنا كلنا ماتش غينيا بيساو منتخب مصر، مصطفى محمد تم تبديله بسبب الاصابه. بعد ما استعرضنا لقاءات الامس اللي كانت موجوده في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم